طب خليني أسأل سؤال دايما بيشغلني. بنعمل المسابقات، اكتشفنا المواهب ودينا لهم الجوائز، بعد كده ايه؟ يعني هل المبادرة هي مجرد مسابقة لاكتشاف المواهب؟ هنعمل بولادنا ايه؟ هل هيبقى في مرحلة من التدريب؟ هل هيبقى في مرحلة حتى من احتكار المواهب دي، او انه يشوفوا الاعمال اللي عملوها دي متعلقة في متاحف او في مكتبات وزارة الثقافة، ولا هنقول لهم مبروك وخلاص؟ شوفي، هي للأسف قلة ثقافة مننا كمصريين بفكرة ان اصلا بالمسابقة او من غير المسابقة، هي كل المكتبات العامة وصور الثقافة هو متوفر فيها كورسات لتنمية المواهب. حتى في مجال التربية والتعليم في قسم خاص بالموهوبين داخل كل إدارة تعليمية، سواء مدارس خاصة أو مدارس حكومية. فهي الفكرة إن المسابقة هتفتح آفاق بالنسبة لنا لتشجيع الكوادر دي إن هي تقدر إن هي بعد ما يكسبوا هنعمل بيهم حاجة. طبعا أكيد، أكيد. هو ده السؤال. يعني فكرة إن إحنا يعني ما كانش زمان في فكرة الدعم المادي، أو يعني دايما كانت بتبقى جوائز عينية وخلاص. لا، إحنا عندنا المرة دي من خلال المسابقة دي، من يعني بياخدوا 10 مراكز الأولى، الأول بياخد 25,000 جنيه، والتاني 20,000 جنيه، وهكذا إلى أقل حاجة 3,000 جنيه. دي في الرسم والقراية ولا في الاثنين؟ عشان أنا لما قريت التفاصيل تصورت إنه في القراية بس. طب ما زلنا في الرسم. والعشرة التانيين إلى جانب فكرة عضويتهم المجانية من خلال قصور الثقافة والمكتبات، هما برضو متوفر ليهم المتابعة المجانية والالتحاق بقصور الثقافة بشكل مجاني عشان يقدروا ان هما يكملوا. أقصد انه هل لو حد مثلا فلتة وعمل عمل هايل وجميل جدا وحسينا ان الموهبة بتاعته مميزة جدا، هل يتم تبنيه؟ هل يتم انه اعمل شغله وهناخده ونعلقه ونعمل؟ يعني حضرتك فاهم قصدي، لانه كتير من المسابقات بتنتهي وبعد كده بيبقى الولاد فرحوا طبعا وحسوا بالمنافسه، لكن بعد انتهاء المسابقه دي تحديدا المفروض ان هيتم عمل معرض عشان اقامه اللجنه الخاصه للتقييم طبعا. ومن ناحيه تانية ان عشان دي هيبقى ليها مسمى، ان دي مثلا كانت الدفعه الخاصه بمسابقه كذا لسنه كذا، لذلك هي محطوط ليها حتى مواصفات خاصه، يعني حتى اللوحات مثلا يعني بحد اقصى ليها مساحه معينه. بالظبط. فبالتالي لا، هم عاملين حساب كده عشان طبعا هتتحط في معرض بعد كده عشان تبقى تذكار كويس بالنسبه للاولاد، وفي نفس الوقت طبعا المقيمين على القائمين على الموقف هيقدروا ان هم يتبنوا هذه الاطفال فيما بعد. لفت نظري حاجتين في المسابقه دي، انه في جوائز ماديه بعدها الجوائز المتاخره اللي هم من 11 بياخدوا ادوات رسم او حسب النوع الفن اللي هم التولز او الادوات اللي يقدروا يشتغلوا بيها بعد كده، توفر عليهم انه تكلفة انه يشتري او يعمل حاجة، وكمان في اشتراكات مجانية للمكتبات الخاصة بوزارة الثقافة. بالنسبة من اول المركز ال11 لحد ال20 ليهم عضويات مجانية في قصور الثقافة على مدار الوقت بالكامل، وغير العضوية المجانية كمان في اللي هي بالنسبة للخاصين بمسابقة الرسم، ليهم ألوان وليهم كتب خاصة بالرسم وسكتش خاص بالرسم وحاجات زي كده، وبرضو الخاصين بالقراءة برضو متاح ليهم ان هم يستعيروا كل الكتب اللي هم محتاجينها، إلى جانب الإهداء ببعض المجموعات الثقافية الخاصة بيهم. يعني